مرحبا يا عاشر، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله يا عاشر رح نحكي عن موضوع الطاقة والقدرة الكهربائية. طبعا في منازلنا وفي حياتنا اليومية الكثير من الأجهزة الكهربائية التي تساعدنا على إنجاز أعمالنا، سواء كانت أعمال للشغل أو أعمال للترفيه أو أعمال للتدفئة أو أعمال منزلية مختلفة. هاي الأجهزة الكهربائية تختلف في استهلاكها للطاقة الكهربائية، في أجهزة تستهلك طاقة كهربائية كثير، في أجهزة تستهلك طاقة كهربائية أقل. طبعا استهلاكها للطاقة الكهربائية معتمد على قدرتها الكهربائية، حسب قدرتها الكهربائية كل ما كانت قدرة الجهاز الكهربائية أكثر رح يستهلك طاقة كهربائية أكثر، وبالتالي هذا رح ينعكس على فاتورة الكهرباء اللي إحنا بتجينا آخر كل شهر، ورح نحكي عن طريقة حساب الطاقة الكهربائية إن شاء الله كمان في الدرس القادم. بأبسط الأمثلة اللي عندنا بالبيت، مثلا المصابيح الإضاءة، هل جميع مصابيح الإضاءة إلها نفس الإضاءة تعطيني نفس كمية الإضاءة؟ لا، في مصابيح تحس إضاءتها أكثر من مصابيح أخرى. طبعا المصباح اللي بتكون قدرته أكبر بتكون إضاءته أكثر وبيكون استهلاكه للطاقة الكهربائية أكثر. مشان هيك اليوم رح نحكي شو يعني طاقة كهربائية، شو يعني قدرة كهربائية، كيفية حساب كل من الطاقة والقدرة الكهربائية، شو وحدات قياسهم، وما الأجهزة المستخدمة لقياس كل من الطاقة والقدرة الكهربائية بالتفصيل. بداية رح نحكي عن الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية أخذنا بشكل عام بالصف التاسع أن الطاقة هي المقدرة على إنجاز الشغل، هذا بشكل عام. طبعا لا يختلف مفهوم الطاقة في الكهرباء عن الطاقة في الميكانيكا، نفس الشيء، يعني هو مرتبط لأنه التنين معتمدين على إنجاز الشغل. الأجهزة الكهربائية ممكن تحول الطاقة الكهربائية اللي بتستهلكها لأي شكل آخر مفيد إحنا ممكن نستخدمه، يعني مثلاً مثل المصابيح الطاقة الكهربائية بتتحول فيها إلى طاقة ضوئية. إذا بدي أحكي مثلاً عن الروافع الكهربائية اللي بيستخدموها كثير في البناء وفي إنجاز العديد من الأعمال الصناعية، برضو بتحول الطاقة الكهربائية لطاقة ميكانيكية. إذا بدي أحكي عن البيت، يعني استخداماتنا في البيت مثلا تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية زي المدفأة، زي السخان الكهربائي، زي المكواة، وحكينا عن المصابيح. طبعا مصدر الطاقة في الدارات الكهربائية بنعرف من وإحنا بتعمل وبتاسع إنه مصدر الطاقة هو البطارية. البطارية بتبذل شغل على الشحنات وبتحركها، قوة دافعة كهربائية اللي هي البطارية بتحرك الشحنات إزاحة معينة، معناته بذلت شغل، بذلت شغل معناته هي عندها طاقة، لأنه ما في أي جسم قادر على بذل شغل دون احتوائه على طاقة. طبعاً هذا الشغل بيعتمد على عاملين، قديش فرق الجهد الكهربائي للبطارية وقديش مقدار الشحنات اللي نقلتها البطارية أو نقلها أي مصدر فرق جهد. ممكن نحلل هذا الحكي على معادلة رياضية كالآتي، يعني أن الطاقة الكهربائية أو الشغل، طبعاً إحنا لا رح نتعامل مع الطاقة الكهربائية ولكن هم نفس المفهوم، تساوي فرق الجهد ضرب الشحنة اللي هم العوامل اللي بتعتمد عليها الطاقة الكهربائية أو الشغل. طبعاً نرمز لرمز الطاقة طا والشغل شين، فرق الجهد أخذنا إنه جيم وحكينا عن الشحنة هي شين، وبنعرف شو وحدة قياس كل واحد فيهم مفروض من تاسع، حكينا أنه جميع أنواع الطاقة تقاس بوحدة الجول. فرق الجهد حكينا عنه في حصص سابقة يقاس بوحدة الفولت، والشحنة أيضا حكينا عنها في بداية درس التيار تقاس بوحدة الكولوم. أما القدرة الكهربائية اللي بتعتمد الأجهزة الكهربائية استهلاكها للطاقة على قدرتها الكهربائية، ما المقصود بالقدرة الكهربائية؟ حكينا بصف تاسع بشكل عام القدرة هي الشغل المنجز في وحدة الزمن، يعني قديش أنا بقدر أنجز شغل في زمن معين. هذا لما بنحكي عن الميكانيكا بشكل عام أو عن الطاقة القدرة بشكل عام. طب إذا بدي أحكي عن القدرة الكهربائية، القدرة الكهربائية هي قدرة الأجهزة الكهربائية، بمعنى آخر الطاقة الكهربائية التي يستهلكها الجهاز في وحدة الزمن. بدل ما أحكي بشكل عام، يعني القدرة بشكل عام الطاقة أو الشغل المنجز في وحدة الزمن، إذا بدي أحكي عن القدرة الكهربائية للأجهزة الكهربائية، الطاقة الكهربائية اللي بيستهلكها جهاز في وحدة الزمن وبيحولها لشكل آخر من أشكال الطاقة، سواء إلى طاقة حركية، سواء إلى طاقة حرارية، أو إلى طاقة ضوئية، أو إلى أي شكل مفيد من أشكال الطاقة. القدرة إذا بدي أحللها لقانون رياضي برضو أخذنا بتاسع إنه القدرة هي الشغل على الزمن أو الطاقة على الزمن. فالقدرة برضو هون رح تكون الطاقة على الزمن، بس هون إحنا عم نحكي عن طاقة كهربائية وقدرة كهربائية. وحدة قياس الطاقة حكينا جول، وحدة قياس
الزمن ثواني. القانون الثاني للقدرة اللي راح ندخله هون كمان وراح يفيدنا في حساب قدرة الأجهزة الكهربائية أكثر، اللي هو القدرة تساوي فرق الجهد ضرب التيار. وهلأ كمان راح نعرف كيف وصلنا لهذا القانون من قانون القدرة الأول الأساسي اللي هو الطاقة على الزمن. فالقدرة تساوي أيضا جيم في تا، وحدة قياس الجهد اللي هي فولت، والتيار أمبير بنعرف. فبتطلع وحدة قياس القدرة هي الواط، ورح نحكي بالتفصيل الواط شو بتساوي. رح تكون مساوية مثلا، ممكن تكون حسب القانون الأول الواط هي جول لكل ثانية، ممكن تكون حسب القانون الثاني هي فولت دوت أمبير، وبالحالتين صحيح. والجهاز المستخدم لقياس القدرة هو الواط ميتر. خلينا نحكي بالتفصيل عن كل قانون من قوانين القدرة، كيف اشتقينا وحدة قياس القدرة منه. القانون الأول قلنا القدرة تساوي الطاقة على الزمن، يعني بما أنه طاقة على زمن إذا بدي أشتق وحدة قياس القدرة رح تكون جول لكل ثانية، وبكل الأحوال رح نرمز لها بالرمز واط نسبة إلى العالم واط. فمن القانون الأول الواط يعني جول لكل ثانية. وإذا بدي أعرف الواحد واط من القانون الأول، هو مقدار القدرة الكهربائية لجهاز يستهلك طاقة مقدارها واحد جول خلال زمن مقداره واحد ثانية، عشان تطلع هاي واحد واط. هذا من القانون الأول. لو جينا على القانون الثاني، قلنا القانون الثاني للقدرة الكهربائية المستخدم في الأجهزة الكهربائية هو الجهد ضرب التيار. هون الواط رح تكون مساوية حسب هذا القانون إلى فولت دوت أمبير. فالواط إذا بدي أعرفها هاي أمتى رح تطلع واحد واط؟ إذا كان الجهد واحد فولت والتيار واحد أمبير. فتعريف الواط حسب قانون القدرة الثاني هو القدرة الكهربائية لجهاز يسري فيه تيار واحد أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت. إذا طلبت منك عرف الواط حسب قانون القدرة يساوي الطاقة على الزمن، تكتب بالتعريف الأول. إذا طلبت منك عرف الواط حسب قانون القدرة يساوي الجهد ضرب التيار، بدك تكتب بالتعريف الثاني. إذا طلبت الواط بشكل عام وما حددت، معناته التنين بيزبطوا. هلأ بسؤال تنين صفحة 62 فكر، بسألنا ماذا نعني بقولنا أن قدرة غسالة تساوي 360 واط؟ حكينا عن هذا الموضوع أكثر من مرة، صرنا فاهمينه. هلأ أنا هاي القانون، القدرة تساوي طاقة على زمن. لما قلت 360 واط مين رح أغير؟ بس رح أغير الطاقة. شو رح أخلي؟ رح أخلي زمن واحد ثانية. فبقدر أعرف 360 واط على أنه هي عبارة أنه هاي الغسالة بتستهلك طاقة مقدارها 360 جول في زمن واحد ثانية. لو قلت لك 400 واط بتقول لي غسالة تستهلك طاقة مقدارها، قدرة غسالة سوري، تستهلك طاقة مقدارها 400 جول في زمن واحد ثانية. لو قلت لك أنه قدرة غسالة تساوي 600 واط، معناته مقدار القدرة لغسالة تستهلك طاقة مقدارها إيش؟ 600 جول في زمن مقداره واحد ثانية، وهكذا. فاللي راح نغيره بس البسط ونخلي المقام مثل ما هو. هذا سؤال 2 من فكر صفحة 62. أيضا الطاقة حكينا إنها مرتبطة بالقدرة، يعني القدرة تساوي طاقة على زمن. معناته الطاقة شو تساوي؟ لو ضربنا ضرب تبادلي راح تكون الطاقة تساوي القدرة ضرب الزمن. وإحنا بنعرف من زمان إنه جميع أنواع الطاقة تقاس بوحدة الجول، فأول وحدة من وحدات قياس الطاقة هي الجول، وهي المستخدمة في النظام العالمي للوحدات. وحسب قانون الطاقة تساوي القدرة في الزمن، الجول شو بده يكون يساوي إذا بدنا نشتق يعني الجول للطاقة؟ من هذا القانون بدي أشتق وحدة قياس الطاقة، شو بنحكي؟ وات دوت ثانية من هذا القانون. فالجول هي أول وحدة من وحدات قياس الطاقة، وهي المستخدمة في النظام العالمي للوحدات. والوحدة الثانية من وحدات قياس الطاقة هي كيلو وات دوت ساعة، وهي الوحدة بنستخدمها بفواتير الكهرباء. يعني هم ما بيحسبوا الطاقة بالجول، بيحسبوا الطاقة بوحدة كيلو وات دوت ساعة. هلأ خلينا نشوف الفرق بين الاثنين. قلنا الجول رح تكون القدرة مقاسة بوحدة الوات، والزمن مقاس بوحدة الثواني. أما إذا كانت وحدة كيلو وات ضد ساعة، رح نقيس الطاقة وقتها، القدرة سوري، بوحدة كيلو وات، والزمن بوحدة الساعات. هذا الفرق بين التنين فقط. إذا بدي أعرف الجول الواحد أمتى بدها تطلع واحد جول، مقدار الطاقة الكهربائية المستنفذة في جهاز قدرته واحد وات عندما يعمل مدة واحد ثانية. كيلو وات ضد ساعة رح تكون مقدار الطاقة الكهربائية المستنفذة في جهاز قدرته 1000 واط. الكيلو واط يعني 1000 واط في زمن مقداره ساعة واحدة. نفس التعريف، ولكن بالتعريف الأول كان في عندي هون واحد واط وهون واحد ثانية. التعريف الثاني رح يكون الكيلو واط قيمته 1000 واط في زمن مقداره ساعة واحدة.
قلنا الجول هي في النظام العالمي للوحدات، وكيلو وات ضد ساعة رح نستخدمها في حساب تكلفة استهلاك الطاقة بفواتير الكهرباء. مثال واحد، بدنا نثبت من قانون القدرة يساوي الطاقة على زمن أن القدرة أيضا تساوي جهد ضرب التيار، كيف توصلوا له؟ وكمان رح نتعرف على قانونين تانيين للقدرة باستخدام قانون أوم وقانون القدرة الثاني اللي أثبتناه هون، كيف رح القدرة يمكن حسابها من جيم تربيع المقاومة أو المقاومة في التيار تربيع. خلينا نشوف من خلال التسجيل الآن. بمثال واحد يا عاشر، مستخدما قانون القدرة تساوي الطاقة على الزمن، أثبت أن القدرة تساوي جهد ضرب التيار. هلا حكينا بداية أن القدرة تساوي الطاقة على الزمن، وإحنا بنعرف أو أخذنا في بداية درس الطاقة أن الطاقة بتساوي الجهد ضرب الشحنة على الزمن. طيب شحنة على زمن شو تمثل؟ شحنة على زمن عبارة عن التيار، حكينا أن التيار يساوي الشحنة على الزمن، فبنقدر نشيل الشحنة على الزمن وشو نحط بدلها؟ التيار. بتصير القدرة تساوي الجهد ضرب التيار وهو المطلوب. بسؤال 5 صفحة 75 من أسئلة الفصل العاشر، مستخدما قانون أوم أثبت أن القدرة تساوي الجهد التربيع على المقاومة، وأن القدرة تساوي ميم في تا تربيع. طبعا قانون أوم، من مثلث قانون أوم، كنا إذا بدنا الجهد شو نعمل؟ نغطي الجهد، ونقول إنه الجهد شو بيساوي؟ المقاومة ضرب التيار. وكنا إذا بدنا التيار نغطي التيار، ونقول إنه التيار شو بيساوي؟ الجهد على المقاومة. هلا بدنا نثبت باستخدام قانون أوم وباستخدام قانون القدرة اللي اشتقيناه قبل شوي، أن القدرة أيضا يمكن إعطائها بقانون جيم تربيع على المقاومة. إذا بألف بدي أثبت من خلال بداية قانون القدرة يساوي الجهد ضرب التيار، من قانون أوم رح أعوض، بدل أنا بدي الجهد يضل، إذا بدي الجهد يضل بدي أخفي التيار من هذا القانون، لازم أعوض بدل التيار قيمته اللي هو الجهد على المقاومة، هيك بيختفي التيار وبصير عندي جيم في جيم، يعني ممكن أوصل للي بدي إياه. إذا هون رح نخلي الجهد موجود بما إنه بدي جيم تربيع تظهر، ضرب بدل التيار رح أحط قانونه من قانون أوم اللي هو الجهد على المقاومة، هاي الجهد على المقاومة بدل التيار. شو صارت القدرة تساوي؟ جيم ضرب جيم جيم تربيع على المقاومة، هذا قانون الثالث للقدرة وهو المطلوب إثباته بالحالة ألف. في باء من السؤال شو طالب مني؟ في باء طالب إن نثبت أن القدرة تساوي أيضا ميم ضرب تا تربيع. رح أبلش من نفس قانون القدرة يساوي الجهد ضرب التيار. هلأ بدي تا تضلها وجيم تختفي، فرح أعوض بدل جيم قانونها اللي هو ميم ضرب تا، القدرة تساوي بدل جيم رح أحط ميم ضرب تا، وفي تا الموجودة أصلا بقانون القدرة، فصارت ميم ضرب تا في تا تا تربيع، ميم ضرب تا تربيع. إذن القدرة تساوي ميم ضرب تا تربيع، وهو باء من السؤال أثبتنا القانون الرابع من قوانين القدرة. إذن هيك نستنتج إنه في للقوانين للقدرة أربع قوانين. أول قانون كان الطاقة على الزمن، ثاني قانون كان الجهد ضرب التيار، ثالث قانون للقدرة كان جيم تربيع على المقاومة، وآخر قانون اللي هو المقاومة في التيار تربيع. بتقول لي طب أي قانون أستخدم؟ هيك صاروا كتار. طبعاً تستخدم القانون المناسب حسب معطيات السؤال، كل معطيات سؤال بناسبها قانون، ومعطيات السؤال هي اللي بتحدد لي أي قانون رح أختار، وممكن يزبط قانونين بنفس الوقت ما في مشكلة، أي قانون تستخدمه وقتها رح يطلع نفس الجواب، ولكن إحنا دائماً نختار القانون اللي أسهل في الحسابات. أوكي؟ هلأ رح نحل مثال 6-4 تطبيق على الطاقة والقدرة، وأيضاً رح نحل مثال 6-5 تطبيق على الطاقة والقدرة، ورح ندخل قانون أوم معه. خلينا نشوف من خلال التسجيل الآتي. 6-4 صفحة 63 يا عاشر، مضخة ماء كهربائية قدرتها الكهربائية تساوي 264 بالألف كيلو وات. القدرة تساوي 264 بالألف كيلو وات، وتعمل على فرق جهد يساوي 220 فولت. المطلوب تحسب مقدار التيار المار في المحرك الكهربائي للمضخة. المطلوب الأول إنه نحسب مقدار التيار قديش. طبعاً أول شيء بدنا نعمله لازم نحول القدرة من كيلو وات إلى وات. أنا بدي أستخدم قانون القدرة يساوي الجهد في التيار، لازم القدرة تكون بوحدة الوات، فمنحول من كيلو وات لوات بضرب في ألف، 264 بالألف
ضرب 1000 مشان أحول من كيلو واط لواط، هاي بتطلع عندي 264 واط مقدار القدرة. أوكي، هلا القدرة قانونها المناسب اللي راح نستخدمه إلها كتير قوانين قدرة، فبختار القانون المناسب يعني اللي بيناسب المعطيات مع المطلوب. القدرة تساوي الجهد ضرب التيار، القدرة تساوي طاقة على زمن، جيم تربيع على مين أو مين في تا تربيع. طبعا القانون المناسب للمعطيات مع المطلوب هو القانون الثاني، فراح آخذ القانون الثاني، بحكي القدرة تساوي الجهد ضرب التيار. القدرة عندنا بالواط تساوي 264، حولناها تساوي الجهد 220 ضرب التيار مطلوب، بقسم الطرفين على 220 على 220، هاي بتروح مع هاي، بيطلع عندي التيار شو يساوي؟ 1.2 أمبير. هيك بنكون طلعنا قيمة التيار. نروح للفرع الثاني من السؤال. الفرع الثاني من السؤال طالب منك تحسب مقدار المقاومة الكهربائية للمضخة، قديش مقدار المقاومة؟ هون بدنا نرجع لقانون أوم. المقاومة شو تساوي حسب قانون أوم؟ برجع بذكركم بقانون أوم، كان قانون أوم بيحكي إنه المقاومة تساوي الجهد على التيار. عندي جهد وعندي تيار وطالب مني المقاومة، فراح أختار قانون ميم تساوي جيم على تا. الجهد عندنا 220 من معطيات السؤال، والتيار طلعناه بالفرع الأول 1.2، بنشيل الفاصلة ونزيد فوق صفر، يصير 2212، وهاي راح تساوي لي 183 أوم. هاي المقاومة اللي هو المطلوب الثاني من السؤال. آخر مطلوب بالسؤال اللي هو رقم 3. طالب منك تحسب مقدار الطاقة المستنفذة في المضخة عندما تعمل لمدة 10 دقائق. معطيني بثلاث معطى جديد اللي هو الزمن يساوي 10 دقائق. طبعا الزمن مشان أحسب الطاقة بالجول لازم الزمن يكون بالثواني والقدرة تكون بالواط. السؤال المفروض يحدد لي إنه هو بده الطاقة بالجول ولا بوحدة كيلو واط في الساعة. إذا بده الطاقة في الجول لازم القدرة تكون بالواط والزمن بالثواني، وإذا بده الطاقة بوحدة كيلو واط في الساعة لازم القدرة تكون بالكيلو واط والزمن لازم يكون بالساعات. فأنا رح أعتبر إنه هذا السؤال طالب مني الطاقة بالجول، وأنا دائما بحدد بالسؤال. فالطاقة الزمن أول شيء لازم أحوله عشان أحسب الطاقة بالجول، بحول من دقائق لثواني بضرب فيه 60، فهاي بيطلع 600 ثانية الزمن. الطاقة تساوي القدرة ضرب الزمن، نتذكر إنه قانون الطاقة من قانون القدرة الأول، القدرة الطاقة تساوي القدرة ضرب الزمن. فالطاقة تساوي للقدرة بالواط ضرب الزمن بالثواني. عندنا القدرة بالواط وعندنا الزمن بالثواني، بضرب 264 ضرب 600، يطلع عندي الطاقة بوحدة الجول تطلع 158400 جول. هاي الطاقة. برضو عندنا مثال 6 لـ 5 صفحة 63 بيحكي تطبيق على نفس الموضوع، الطاقة والقدرة الكهربائية وباستخدام قانون أوم. خلينا نشوف من خلال التسجيل الآتي. بمثال 6 لـ 5 صفحة 63 يا عاشر، مدفأة كهربائية مقاومة سلك التسخين فيها 25 أوم. المقاومة تساوي 25 أوم، ويمر فيها تيار مقداره 8.8 أمبير. تيار يساوي 8.8 أمبير. احسب فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة، المطلوب الجهد قديش يساوي. نرجع لقانون أوم. طبعا في الجهد حكينا الجهد شو يساوي حسب قانون أوم، الجهد يساوي المقاومة ضرب التيار، طبقنا عليه قبل هيك. المقاومة عندي 25 والتيار عندي 8.8، تطلع الجهد أو بيطلع الجهد بين طرفي مقاومة المدفأة يساوي 220 فولت. هاي الجهد اللي هو المطلوب الأول من السؤال. المطلوب الثاني من السؤال طالب منا القدرة الكهربائية للمدفأة قديش. القدرة حكينا ناخذ واحد من قوانين القدرة اللي متناسب مع المعطيات والمطلوب. عندنا 4 قوانين، عندي جهد وعندي تيار بقدر اخذ قانون الجهد ضرب التيار، عندي مقاومة وعندي تيار بقدر اخذ قانون ميم في تا تربيع، عندي برضه جهد وعندي مقاومة بقدر اخذ جيم تربيع على ميم. اي واحد منهم بيزبط معك رح يطلع نفس الجواب، بس الأفضل ناخذ القانون الأساسي اللي هو القدرة تساوي الجهد ضرب التيار، أسهل علينا بالحسابات يعني، بس مش أكتر. 220 ضرب التيار يساوي 8.8 أمبير. 220 ضرب 8.8، الفاصلة بتروح مع الصفر وبيطلع جواب القدرة 1936 واط. هاي القدرة لهاي المدفأة اللي هو المطلوب الثاني من السؤال. المطلوب الثالث من
السؤال رقم 3 طالب مني نحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة في المدفأة لمدة 5 ساعات. قديش الطاقة لمدة 5 ساعات؟ طبعا إذا بده الطاقة بوحدة الجول، هو محدد لي إنه بديها بوحدة الجول، إذا بده الطاقة بوحدة الجول لازم الزمن اللي معطيني إياه معطى جديد 5 ساعات لازم أحوله لثواني. بضرب في 60 دقيقة في 60 ثانية بيطلع عندي الزمن بالثواني 18,000 ثانية. هذا الزمن بالثواني. بعدين بروح لقانون مين؟ لقانون الطاقة. الطاقة شو تساوي؟ قلنا الطاقة تساوي القدرة ضرب الزمن. القدرة عندي إياها طلعتها بفرع 2 بوحدة الواط 1936، بعوضها 1936 ضرب الزمن بالثواني. هلأ حولناه لثواني، من ساعات لثواني، ضربنا في 60 في 60 أو في 3600، بصير تطلع عنا الطاقة بوحدة مين؟ بالطاقة بتطلع بوحدة الجول. خلينا القدرة بوحدة الواط والزمن بوحدة مين؟ الثانية، عشان الطاقة تطلع عندي بوحدة الجول. هلأ لما نضربهم رح يطلع عندي الطاقة تساوي 34,848,000 جول. هاي الطاقة بوحدة الجول. الفرع الرابع من السؤال طالب الطاقة الكهربائية المستهلكة في المدفأة عندما تعمل مدة 5 ساعات بوحدة كيلو وات في الساعة. قلنا إذا بدي الطاقة بوحدة كيلو وات في الساعة رح آخذ نفس القانون، القدرة ضرب الزمن، بس ضروري أخلي القدرة بوحدة كيلو وات والزمن بوحدة الساعات. إذا بدي القدرة بوحدة الكيلو وات ضد ساعة لازم الطاقة، سوري، الطاقة بوحدة كيلو وات في الساعة لازم القدرة تكون بوحدة كيلو وات والزمن يكون بوحدة الساعة. فهون بدي أحول القدرة لكيلو وات والزمن موجود عندي بالساعات، بس علينا تحويل القدرة. عشان أحول من وات لكيلو وات بقسم على 1000. أنا عندي هون القدرة تساوي 1936، 1936 بقسمها على 1000 مشان أحولها إلى كيلو وات، ضرب الزمن بالساعات 5 ساعات هو معطيني إياه بالساعات. بضربهم بيطلع عندي الطاقة بوحدة كيلو وات في الساعة 8.68 كيلو وات، 9.68% كيلو وات دوت ساعة. هاي الطاقة بوحدة كيلو وات في الساعة. ما ننسى إذا الطاقة بدي إياها بالجول بخلي القدرة بالواط والزمن بالثواني. إذا بدي الطاقة بوحدة كيلو وات في الساعة لازم أخلي القدرة بوحدة كيلو وات بقسم على 1000 إذا كانت بالواط عشان أحولها لكيلو وات، والزمن بالساعات. أوكي؟ هيك يا عاشر بنكون انهينا حصة اليوم. إن شاء الله المرة الجاية رح نحكي عن تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية، كيف بدي احسب تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية، واللي هي بتجينا فاتورة كل آخر شهر شو بيعملوا مشان يحسبوا تكلفة استهلاك هاي الطاقة، وبنحل إن شاء الله ما تبقى من أسئلة الفصل المتعلقة بموضوع الطاقة والقدرة الكهربائية وتكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية. إلى لقاء قريب إن شاء الله. باي باي.